ده راح يكون عن ال constant. constant اوكي. ال constant هو عفوا اوكي، ال constant هو باختصار هو variable اوكي، بس variable فيك تعتبره انه هو variable بس شاذ. كيف يعني شاذ؟ اول اشي طريقة كتابته بتختلف عن طريقة كتابة اي variable تمام، وعندنا كمان ال عندنا طريقة كتابه بتختلف، والفاريبل العادي انا بقدر اعدل عليه ما عندي اي مشكلة كقيمة، بس الكونستانت ما بقدر اعدل عليه. يعني انا اذا اعطيته قيمة طول البرنامج راح يضل محتفظ في هاي القيمة، ولو اجيت بدي اعدل عليه ما راح يرضى. طيب لو اجينا للسنتكس تبعه، السنتكس تبعه باجي بحكي له define اوكي اوكي define تمام، باجي بعطيه هون var name او اسم ال variable اوكي، اسم ال variable ايش ما بدي انا عادي ما في اي مشكلة تمام. بعدين باجي هون بعطيه ال value اللي هي القيمة، وهون باجي بحكي له case، هو by default بكون case insensitive اوكي، يعني هو مش حساس اوكي. كيف يعني مش حساس؟ هلا رح نيجي نستوعب الفكرة هاي. لو اجيت انا حطيت له هون على سبيل المثال var، سميته var 10 وحكيت له ايكو تمام var مع بي ار اوكي، واجيت حكيت له هون var 20 تمام ايكو var اوكي. هلا الفاريبل هو هذا فاريبل تمام، هون قيمته 10 وهون انا طبعته ورجعت هون خليت قيمته 20 تمام، ما عنده اي مشكلة عادي. لو انا هلا اجي اعمل هون ريلود، لاحظوا اعطاني هون اول اشي 10 وهون بعدين 20 تمام، يعني هون وهون مثلا فيك تحكي له افتر ايديت اوكي، يعني هون قبل ما انا اعدل هون قبل ما عدلت عليه هو كان 10، بعد ما عدلت عليه صار هو اللهم صل محمد صار 20 اوكي. طيب الفاريبل العادي معناته احنا بنعرف انه هو بيتغير، يعني على سبيل المثال لو انا اجيت برضو اعطيته هون مثلا انس، حكيت له انس تمام، وهون رجعت حطيته انس حكيت له مثلا ايش تمام، واجي اعطيه ايكو راح ايش راح يطبع لي؟ راح يطبع لي ايش، ما راح يطبع لي، لاحظ شو طبع لي؟ طبع لي ايش هون بس هون عشان بدون بي ار. طيب اوكي نيجي نعطي بي ار، لاحظ شو طبعني هون ايش، الايش هاي اللي هي صارت اخر قيمة للاس صارت ايش، ففي ما عنده اي مشكلة هون عادي. ليش؟ لانه فاريبل عادي، بس الديفاين او عفوا الكونستانت ماشي ما بيتغير. يلا خلينا نيجي نشوف، باجي بحكي له انا ديفاين، ديفاين باجي النيم مثلا على سبيل المثال انا بدي اسميه مثلا نيم، خلينا انا اجي اسميه نيم. طيب هو كسترينج يعني تمام. طيب بعدين بعطيه فاصلة، بعدين بعطيه القيمة، القيمة ايش اللي بعطيه اياها؟ مثلا انس اوكي. هلا هاي اوبشنال، بقدر احطها انا وبقدر ما احطها. طيب خلينا نيجي نشوف احنا سواء حطيناها ولا ما حطيناها. طيب لو اجيت انا هلا حكيت له ايكو نيم، لاحظوا هلا ايش اللي بده يصير، هلا افهمكم خطوه خطوه. لاحظ شو اعطاني هون انس، انس. طب لو سميته هون شهوان برضه راح يعطيني شهوان، ما عنده اي مشكله. سميته علي عادي اي مشكله، ما راح يعطي اي مشكله. ليش؟ حكينا اول شيء كتابته بتختلف عن كتابه الفاريبل العادي، لاحظوا ما له دولار ساين تمام. يعني لو اجيت لاحظوا لو اجيت انا هون كتبت دولار ساين نيم تمام، النيم هاي بتختلف عن النيم هاي. يعني لو اجيت هون انا حطيته ايكو النيم تمام، لاحظ شو اعطاني؟ ما مش متعرف او ما له قيمة تمام. يعني لو اجيت هون اعطيته مثلا صفر او اي شيء، لاحظ شو اعطاني؟ عادي طبعا لي ما عندي اي مشكلة. بس لو اجيت شلتها هاي تمام، لاحظ شو يعطيني؟ عالي. طيب خليني عشان اوضح لكم اكثر شو الفرق بيناتهم، لاحظ شو هون اعطاني عالي، هون اعطاني صفر. يعني النيم هاي بتختلف عن النيم هاي، ما بتساوي النيم هاي اوكي. هذا اول شيء لازم نعرفه انه ما بتنكتب بدولار ساين. انا هون اسم الفاريبل عرفته خلص، اسم الفاريبل. لو انا اسم الفاريبل هون بدي اسميه مثلا ماي اني
thing. اوكي عادي ما عندي اي مشكلة. باجي هلا لما اجي اعمل ريلود لاحظ شو يعطيني use undefined constant name. انت النيم هاي مش انت مش معرفها بحكي لك تمام. فهون باجي بحكي له my anything لاحظ شو اعطاني علي ما في اي مشكلة عندي. طيب حكينا هلا لاحظوا my anything هيك مكتوبة وانا كتبتها هيك صح. طيب لو جيت على سبيل المثال خليتها كلها small مثلا my any thing. اوكي لاحظوا كتبت الماي اني غير عن الهاي، هاي كابيتال وهاي كابيتال، كتبتهم هون سمول. لاحظ اعطاني هون ايش undefined constant my anything. هون مش متعرف. ليش مش متعرف؟ لانه هون حكينا احنا الكيس سنسيتيف او كيس انسنسيتيف. هون انسنسيتيف مش حساس، كيس سنسيتيف حساس. طيب لو اجيت هون اعطيته انا ترو لاحظ ما عندي اي مشكلة. يعني هون انا لما اجي احكي له ترو تمام يعني انا نفذ لي انه يكون كيس انسنسيتيف ترو تمام. يعني الكيس سنسيتيف هون عندي انا ايش ترو، يعني ترو يعني يعني مش حساس. فهون انا ايش ما اجي اعطيه ما عندي اي مشكلة. لو اجي برضو هاي اعطيها التي هيك خليها راح يعطيني علي. طيب لو اجيت انا هون حطيتها فولس صار هيك، لا صار هيك هاي تمام بتختلف عن هاي. فلازم انا اكتبها زي هاي. لو اجيت كتبتها زي هاي عادي ما عنده اي مشكلة رح يعطيني قيمتها تمام. فهي فكرة الكونستانت ماشي انه انا في عندي قيمة وما بدي اغيرها. طيب لو اجيت انا حكيت له عفوا اوكي جيت حكيت له my anything اللي هو اللي هي هاي اللي هي هذا الكونستنت تمام. مش احنا حكينا ما بيزبط انه يتعدل عليه. طيب لو اجيت انا حكيت له هون يساوي any مثلا لاحظ شو اعطاني هون، اعطاني ايرور انه لاحظوا اعطاني هون ايرور ما بيزبط، ما بيزبط انت تعطيه اصلا قيمة تمام. فهذا الاشي غلط. مع العلم لو اجيت انا هون اعطيته دولار ساين هون ما عنده مشكلة. ليش؟ لانه هاي صارت فاريبل غير كليا بتختلف عن هاي تمام. فهون انا بشيل الدولار ساين وهي هاي انا زي كأني قاصد هاي بالضبط تمام. ها عفوا زي كأني ها بس نفسها هي هاي تمام. فهون ما بيزبط انا اعطيه قيمة. طيب طيب لو اجيت انا لو بدي اجيت انا رجعت بدي اتحدق عليه كمان مرة اجيت اعطيته هون لاحظوا كيف لو اجيت نسخته الكود زي ما هو تمام وهون سميته انس واجيت هون حكيت له خليني اشيل النيم هاي واجيت حكيت له هون اطبع لي الماي اني ثينج بالاول بعدين اطبع لي هون راح يجي يطبع لي ايش تشوف شو راح يطبع لنا علي. وهون خلينا نشوف لاحظ طبع لنا علي وهون رجع طبع لنا علي. ليش هون اول اشي طبع لنا علي صح هون طبع علي. طب هون انا غيرته انس هون شو راح لاحظوا شو اعطاني اعطاني constant my anything already defined. يعني هو اصلا متعرف تمام. يعني هو لما شاف انه انا بدي اعرف my anything حكى لك هو اصلا نفسه متعرف تمام. فانا ما بقدر اني انا ارجع اعدل عليه ولا انا ارجع اصلا بدي اعمل يعني يعني كيف كنا هون نعمل مثلا var equal 10 بعدين رجعنا حكينا var equal 20. هون ما اجى حكى لك هو اصلا متعرف تمام. عادي ما عندك اي مشكلة بتبدله بتعمل اللي بدك اياه. بس هون اجى حكى لك انه انا اصلا هو متعرف كيف انت بدك ترجع تعرفه كمان مرة وبدك تعطيه قيمة. ومع العلم رجع هون لاحظوا شو طبع لي طبع لي علي فما تغيرت قيمته اصلا تمام. فهيك بتمنى تكونوا انتو فهمتوا شو شو الكونستانت تمام وتكونوا استفدتوا من هذا الدرس ويعطيكم الف عافية.